ومن القاهرة ينضم إلينا السيد أنور الأشوال المحلل السياسي اليمني. مرحبا بك سيد أنور. يعني تغيير باتريك بلوليسغارد، ما الذي يمكن أن يغيره سواء كان في الآلية أو في تنفيذ اتفاق الحديدة؟ أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام لقناة الغد العربي. هو بطبيعة الحال كان يفترض على الشرعية أن تتخذ موقفا واضحا منذ بداية التقاعس عن تنفيذ الاتفاقات على الأرض أو التماهي مع ما يرمي إليه جريفيث من بداية الموضوع، يعني لأن الخلاف الذي صار بين باتريك وبين جريفيث وإساءة وسوء التفاهم اللي حدث أخر كثيرا مسألة الحلول وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم على الأرض في الحديدة. اليوم نحن أمام مشهد آخر، يعني تغيير هذا الذي حصل من الأمم المتحدة لباتريك وعدم الإعلان صراحة عن الطرف المعرقل لتأخير تنفيذ القرارات وتنفيذ الاتفاقات، ربما لن يأتي طيب. بجديد إن لم يكن هناك تسريع في وضع الحلول سيد أنور، يعني حتى نحاول أن نجمل المشهد أكثر لمشاهدينا، يعني هذه المشكلات التي حدثت بين باتريك وبين جريفيث يعني لم تظهر من هو الطرف المعرقل، يعني الجانب الأممي لم يظهر لكل المتابعين سواء الشأن العربي أو اليمني من هو الطرف المعرقل. اليوم لوليسغارد كيف ستكون مهمته في ضوء ذلك؟ يعني هل ستنسحب المشكلات أيضا بين الرجلين أم ستكون المهمة أسهل؟ والطرف المعرقل واضح يعني للعيان وواضح حتى لليابانيين في الداخل وواضح للطرف الإقليمي والدولي كمان، وأيضا جريفيث يعرف ويعلم جيدا، ولكن هناك ربما بارقة أمل لديه بأنه لابد أن يوجد حلا ولو جزئيا في الحديدة حتى لا يقال بأنه كسابقيه أخفق كثيرا في الأزمة اليمنية. لكن ما نتركه للأيام القادمة فيما يتعلق بمستر مايكل، يعني على أساس يمكن أن يكون ذلك مساعدا لما كان يطرحه جريفيث بأنه حيحدث توافق بينهما الاثنين في مسألة إعادة الانتشار بالنسبة طيب. للقوات خارج محافظة الحديدة، أيضا وقف إطلاق النار. هذا التوافق الذي تتوقعه لكن بين لوليسغارد وجريفيث سيد أنور، هل سيسهل المسألة؟ هل سيساعد على إيجاد آلية لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض؟ يعني سيدتي لا أكذب عليك بأنه ربما يعني الأمل أصبحت مرهونة بفوهات المدافع. لا أعتقد أنه سيأتي ذلك بجديد لأن كل العراقيل قد وضعت، الكمائن أيضا موضوعة، التعزيزات الحوثية تدفقت الحديدة بشكل كبير، وهذا لا ينذر بأن هناك حلولا تلوح في الأفق بالنسبة للطرف الحوثي. المشهد تعقد أكثر وأكثر. ما الذي سيأتي به مستر مايكل أنكر في مهمة كهذه؟ الأمر الأهم من هذا أنه لم يعلن صراحة من هو المعرقل، يعني هذا يضع أيضا تعقيد أكثر للمشهد ويضع أيضا الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية نعم سيد أنور. نعم. مشكلة ومعقدة بشكل آخر. شكرا جزيلا لك سيد أنور الأشول المحلل السياسي اليمني، حدثنا مباشرة من القاهرة.